هشام أبو سريع، واحدا من أفضل صناع اللعب على الإطلاق في كرة السلة المصرية عامة والزملكاوية خاصة. ولد أبو سريع في 6 إبريل عام 1969 بحدائق القبة بالقاهرة. بدأ مشواره مع كرة السلة في نادي الزمالك منذ سن 10، وتدرج في المراحل السنية في فئات الشباب والناشئين، وتوج في هذه المراحل وبالتحديد من سن 10 وحتى 19 ببطولة القاهرة والجمهورية في كل السنوات تقريبا. التحق بالفريق الأول عندما بلغ 16، وكان ذلك عام 1986. تميز هشام أبو سريع بسرعته الفائقة وقدرته على التحكم برتم المباريات ومساعدة أصدقائه في الملعب على تسجيل النقاط بتمريراته الحاسمة، بالإضافة إلى تميزه بالرميات الثلاثية أيضا. حقق أبو سريع بطولة الدوري المصري في 4 مناسبات، والكأس المصري في 6 مناسبات، وكأس السوبر المصرية في 2، وبطولة الأندية الإفريقية 1 كانت عام 1992. وكان لأبو سريع رحلة احتراف عامرة بالإنجازات بجنوب إفريقيا. لعب مع المنتخب المصري منذ سن صغيرة وحقق ألقابا عديدة، حيث حقق فضية البطولة العربية بالجزائر عام 86، وذهبية نفس البطولة عامي 87 في سوريا و89 في مصر، كما حقق وصافة بطولة أمم إفريقيا في 2 عامي 89 و93، وبرونزية نفس البطولة عامي 97 في السنغال، وشارك في بطولتين لكأس العالم عامي 90 في الأرجنتين و94 بكندا، كما شارك مع المنتخب المصري في بطولة البحر المتوسط عام 90، حتى اعتزل أبو سريع عام 2001 بعد تاريخ حافل كلاعب، ومن ثم اتجه إلى التدريب في فرق الشباب والناشئين بنادي الزمالك لفترة طويلة، حتى أصبح مساعدا لمدرب منتخب الشباب تحت 18 عاما عام 2008، وفي العام التالي أصبح مديرا فنيا لمنتخب الناشئين عام 2009، وحقق معه لقب البطولة الإفريقية والتي أقيمت بموزمبيق، وتأهل لبطولة العالم في العام التالي بمدينة هامبورغ بألمانيا، ثم تولى تدريب فريق هليوبلس للشباب وصعد معهم لنهائيات بطولة الجمهورية تحت 18 عاما، حتى اختار المجال الإداري بعد ذلك، وأصبح عضوا في مجلس إدارة شركة بتروجيت إلى جانب التعليق الرياضي على مباريات كرة السلة. هشام أبو سريع كان سببا في عشق الجماهير لكرة السلة، تاريخ مشرف وأسطورة زملكاوية.